شكرا يا شهد. شهد معانا تليفون معانا تاني من دعاء. الو، ازيك يا دعاء؟ عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله كله تمام، الحمد لله. قوليلي. بصي يا ستي، انا برج الدلو وجوزي برج الحمل، فعايزه اعرف العلاقه بين الاثنين. استني ثانيه واحده، انت اليوم والشهر وهو اليوم والشهر، اوكي؟ انا 6/2 برج الدلو، اوكي، وهو 30/3. ماشي، خليكي معانا يا دعاء. هي 6/2 هي دلو بيور، اوكي، وهو 30/3 هو حوت. حوت حمل. اوكي. هي اكتف، يعني هي اللي بتجري. هي اللي بتجري وهو اللي هادي. اوكي. وهو الحمل في الراجل بقاله فتره الدنيا عنده مش حلو. الحوت والحمل بقالهم فتره عندهم مش حلو. الرجاله والبنات. بس الفرق ما بين الراجل والست ان الست بتجري بتسعى. ولد الحوت اللي هو الحوت حمل تحس ان هما وخصوصا اللي هو الحوت اللي رايح ناحيه الحمل شويه، بتحس ان هو يعني قاعد مستني حاجه، مستني الفرصه هي اللي تجيله مش هو اللي هيروح لها. اوكي. فدايما العلاقات ما بينهم هتلاقيها هي بتعمل مجهود اكتر منه. فهي كانت بتقول عايزه تعرف ايه؟ معلش سوري. انت دعاء لسه معانا؟ هي عايزه تعرف ما بينها وما بين جوزها، هو 30/3. هي عايزه تعرف التوافق. هي لسه معانا ولا مش عارفه؟ لو العكس عارفه، لو هو اللي ده. يا دعاء، أيوة. انت كنت عايزه تعرفي التوافق بينكم ولا التوافق بين الدلو والحمل؟ هي 6/2 وهو 30/3. انا شايفه ان هو التوافق بينهم. طيب انتوا كويسين مع بعض ولا ايه يا دعاء؟ ايوه، انا فعلا هي كلامها صح فعلا. انا يعني الفتره دي فعلا انا بجري كتير. سابي ما تقولش حاجه مش صح. يعني هي عندها مشكله ان هي اقوى منه، او هي بتسعى اكتر منه. هو مش هو ما بيعملش مجهود. عارفه لو العكس؟ طب عارفه لو بإيه؟ هي اللي كانت 30/3 وهو اللي كان دلو كانت الدنيا تبقى حلوه جدا. طب ننصحها بايه عشان العلاقه تبقى احسن؟ تتكلم معاه، بس هو برضو الكلام ما بيجيبش نتيجه. هي اتكلمت كتير بصراحه وعملت اللي عليها. طيب شكرا يا دعاء.